متتبعي قناة الفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. اليوم في هذه الحلقة غادي نناقشوا مشكل تاع النقل السياحي على مستوى مدينة الدار البيضاء في ظل جائحة كورونا والأزمة التي عرفها هذا القطاع هذه. من أجل مناقشة القضية هذه نستضيف السي محمد بوعبيد الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل السياحي. السي بوعبيد، أشني أهم المشاكل التي عرفها قطاع النقل السياحي في ظل أزمة تاع كورونا، سواء في عهد الأيام تاع الكونفينمون أو بعد الايام تاع الكونفينمون؟ المهم في ظل جائحه كورونا اصبح النقل السياحي يعاني، ولات عنده واحد اعاقه تامه، ولينا عندنا مشاكل بما ان الحدود البريه والجويه والبحريه دابا مغلقه. النقل السياحي ما بقاش عنده شي دخل بما ان عنده ارتباط بالخارج، وحتى المستحقات البنكيه احنا عازين على الاداء ديالها. عندنا سائقين مهنيين اللي احنا عازين اليوم ان نلبيو لهم ونوفروا الصروف ديالهم، عازين اليوم على اننا نوفروا الحاجه ديال العائلات ديالنا، ولو عندنا مشاكل انتقلت من مشكل من ما هو اقتصادي ولا اجتماعي، ولات اسر مهدده. ما كنا كنتمناو الله سبحانه وتعالى انها تكون واحد بارقه امل من بعد فتح الحدود، ولكن تبين بان حفاظا على الصحه ديال المواطنين ارتأت الحكومه انها تغلق الحدود، ولكن كانت هناك اسقاطات ولا مشاكل اللي تسبت فيها الناس ديال النقل السياحي خاصه والسياحه بشكل عام. قلتي قضية المنع تاع الرحلات الجوية، واش هذه القضية أثرت على القطاع تاع النقل السياحي على المستوى الوطني والمحلي والجهوي في مدينة الدار البيضاء؟ هو كما كيعرف الجميع بان ملي كنقولوا النقل السياحي، حنا السياحه مرتبطين بالناس الغير المقيمين، يعني ماشي مغاربه، كنخدموا اغلبيه مع الاجانب. الاشكال اللي كاين هو ان ملي كيتغلقوا الحدود يعني واحد 80-90% من المداخل ديالنا كتمشي، وفي ظل هذه الازمه هذا كتخلق عندنا واحد الهوه اللي ما كنقدروش معها ان الاستمراريه في الاداء ديال المستحقات البنكيه، في الاداء ديال الصالارات ديال الناس اللي كتشتغل معنا. يعني كتعطينا واحد بزاف ديال كتعطينا واحد الاكراهات اللي حنا كنكونوا في غنى عنها. اليوم بعد اغلاق الحدود حاولنا ما امكن في اطار السياسه المدبره ديال وزاره السياحه اننا نمشيو للسوق الداخلي ونخدموا مع السياحه الداخليه، ولكن تبين لنا بان السوق حتى هي فيها مشاكل ومشاكل خطيره، ومع هاد التدخلات ديال وزاره النقل ومع التدخلات ديال وزاره النقل وعدم الانصاف ديالنا. من بعد ان كنا كان الطاقه الاستيعابيه كانت 100%، اليوم الطاقه الاستيعابيه تحولت من 50% ل 75%. هذا حتى هو اشكال من الاشكالات اللي تنضاف وكتزيد ترهقنا احنا كناقلين سياحيين. في ظل هذه المشاكل والاكراهات اللي تتهضر عليها، واش كاين شي دعم حكومي مستقبلا؟ اليوم كنتسناو من وزاره السياحه، وزاره النقل، وزاره الماليه، وبنك المغرب باش انهم يلقاو لنا مخرجات، يلقاو لنا استراتيجيه باش يخرجونا من عنق الزجاجه. اليوم جميع الناقلين السياحيين كينتظروا المخرجات ديال الاجتماع اللي كانت مع وزاره السياحه دارتو مع الجروبون بروفيسيونال ماروكان دي بونك ومع لا بي سي اف، باش يحاولوا ما امكن انهم يعتقوا ما يمكن ينقذوا ما يمكن انقاذه. جميع وكالات النقل السياحي اليوم كتعاني، جميع وكالات النقل السياحي اليوم في حاله اعاقه. وكالات النقل السياحي لما قلناش واحد النسبه معينه راه مشات الافلاس وشهرات الافلاس ديالها. اليوم حنا كمواطنين كاخوان كنتمنوا بان وزاره السياحه بالاتفاق مع جميع المتدخلين المرتبطين بالنقل السياحي انهم يلقاو لنا شي متنفس باش هاد الناس ديال النقل السياحي يخرجوا من غرفه الانعاش اللي باقين فيها لحد اليوم، وكنشهدوا واحد النوع ديال الموت السريري والموت البطيء. واش كان عندكم شي لقاء مع وزاره السياحه او النقل؟ كنا خدنا مؤخرا واحد الشكل نضالي في الرباط، ومن خلال ذاك الشكل النضالي استجابت وزاره السياحه، وكان واحد الاجتماع. من خلال هذا الاجتماع اكدت لنا وزيره السياحه بانها راه تدعمنا وحاسه بالظروف ديالنا، ولكن حنا باقيين كنتسناو لحد الان كنتسناو باش يكون شي رد فعل. الفيدباك باقي ما لمسناش، ولكن ما حسب ما يدور في الكواليس بان غتكون شي حاجه وغتكون شي نتائج ايجابيه ان شاء الله. النقل السياحي ماشي نتائج ايجابيه اللي غتنقد، ولكن اللي غتمكننا باش اننا نلقاو واحد المتنفس. حيت كما كيعرف الجميع بان ملي كتاخذ واحد القرض وكتولي عندك واحد المعاناه مضاعفه من طرف الابناك، ارهاسات، تهديدات يوميه، يعني ما كنقول تهديدات يوميه راه من الصباح حتى العشيه، من الصباح حتى العشيه راه ما كيتزقاوش الاتصالات من طرف يا اما شركات التمويل يا اما شركات الايجار باش ياخذوا المستحقات ديالهم. حنا اليوم ما كنمتنعوش على اداء المستحقات ديالهم، ولكن حنا ما عندناش من غنجيبوا المستحقات في ظل هذا الاغلاق اللي كاين اليوم. شحال تقريبا تيخدم هذا القطاع تاع النقل السياحي على المستوى الوطني؟
ما نقدرش دابا ما عنديش زعما شي 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 بورسونتاج، ولكن كاين فيه الناس اللي كيخدموا بشكل مباشر وكاين الشغيله بطريقه غير مباشره. الاحصائيات ما نقدرش نعطيك شي رقم محدد. والاسطول كاين الحمد لله، كاين نوع، حتى ملي كنهضروا على النقل السياحي كنهضروا على واحد المجموعه ديال لي سيري. كاين اصناف، كاين الصنف الكبير، كاين الصنف المتوسط، كاين الصنف الصغير، وكاين الصنف اللي عنده علاقه كنقولوا حنا الزبائن من النوع الخاص. حنا حاولنا ما امكن في ظل هذا الاغلاق اننا نلقاو حلول، نلقاو شي حاجه اللي ممكن ان تمد بينا القدام، ولكن ما لقيناها. عندنا مشاكل دابا مع الابلاك، عندنا مشاكل مع شركات التامين، عندنا مشاكل مع الشغيله ديالنا. باش نقولوا ابناك راه قلنا التهديدات اللي كتمارس عندنا يوميا. كاينه بعض الشركات اللي مشاو معها انهم حجزوا لهم على السيارات ديالهم وداوهم. كاين التامينات كتأمن على 100% وانت يلاه عندك الطاقه الاستيعابيه ديال 50% ولا 75%. الاثمنه ديال التامينات اليوم كنلاحظوا بانها ولات صاروخيه. النقل السياحي يعاني من هذه الاثمنه، وكيتمنى من الناس ديال التامينات انهم يراجعوا التعريفه هذه اللي غتكون عندها واحد السابقه، وغتحاول ما امكن انها حتى هي غتساند الناس ديال النقل السياحي اللي ما كانوش اللي معمرهم ما تعسروا وكانوا ديما من الناس اللي كيأديوا الواجبات ديالهم. اليوم الا ما كانش الاداء ديال الواجبات راه ماشي حنا اللي ما بغيناش نأديو، ولكن هذا الاغلاق، الخوف على الصحه ديال المواطن هي اللي خلاتنا اننا ما نأديوش هذه الواجبات ونتعسروا. سي بو عبيد، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاسبريس، الى اللقاء في حلقه جديده اخرى من برنامج كازا سيتي.